السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة المجلة الثقافية. في هذا الفيديو سنتحدث عن طريقة مختصرة لإيقاف مؤشر الكتابة في أي مكان في صفحة برنامج الوورد بدون استخدام زر السبيس أو زر التاب. مثلا لو أردت أن تقوم بوضع مؤشر الكتابة في هذا المكان، تقوم بالضغط على سبيس أو تاب حتى يصل المؤشر إلى المكان الذي تريد أن تقوم بالكتابة فيه، ثم تقوم بالكتابة. ولكن توجد طريقة أخرى مختصرة، وهي أن تقوم بالنقر بالزر الأيسر للماوس مرتين على المكان الذي تريد أن يقف مؤشر الكتابة فيه، مثلا هذا المكان بهذا الشكل، وتقوم بكتابة ما تريد، مثلا التاريخ. مثلا أيضا لو أردت أن تقوم بوضع مؤشر الكتابة في هذا المكان مثلا، تستطيع ذلك مباشرة من خلال الضغط بالزر الأيسر للماوس مرتين بهذا الشكل، وتقوم بكتابة ما تريد واقبله فائق الاحترام. ومثلا لو أردت أن تقوم بوضع مؤشر كتابة في هذا المكان، مثلا أخوكم سامي محمود مثلا. طبعا هذه الطريقة تسهل عليك الوقت والجهد، بدل من تقوم بالضغط على انتر ثم تقوم بالضغط على تاب حتى تصل إلى المكان الذي تريده. مباشرة تستطيع أن تصل إلى أي مكان تريده في صفحة الوورد من خلال النقر بالزر الأيسر للماوس مرتين، فتقوم بالوصول إلى أي مكان تريده كما تلاحظ بهذا الشكل. أشكر لكم حسن استماعكم، وأرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.